استاذن حضرتك نعود مره تانية الى استاد القاهره ونتابع مجريات المؤتمر الصحفي لمنتخب جنوب افريقيا اللي هيكون من وجهه باذن الله غدا ضمن منافسات المربع الذهبي. فالى هناك مباراتنا القادمه امام مصر هو مباراه كبيره بالنسبه لنا، وهي المباراه التي سوف تعطينا الفرصه لنحقق ما اتينا من اجله، وهو التاهل للالعاب الاولمبيه والوصول الى نهائي البطوله والفوز باللقب. نحن نلعب ضد فريق نعلم جيدا أنه من الفرق الكبيرة، ولقد تقابلنا في مباراة ودية واستفدنا منها، لذلك سوف نستعد بناء على ذلك للمباراة، والفريق الأفضل هو الفريق الذي سوف يفوز بالمباراة. هذا وجهة نظري بالنسبة للمباراة، وننتظر مباراة كبيرة جدا بين الفريقين. صباح الخير جميعا. بالتأكيد المباراة في مواجهة مصر سوف تكون مباراة كبيرة. كنا نتمرن ونستعد حتى نواجه مصر في مباراة قوية، ولقد قدمنا هنا إلى القاهرة لنفوز بلقب البطولة، ويجب أن تكون مصر منتظرة مباراة قوية مننا. أسئلة محددة، سؤال محدد قصير أنا بترجمه بنفسي. السؤال للكوتش هاني عبد النبي سوبر كورة، حضرتك اتكلمت عن واجهة مصر في المؤتمرين الصحفيين الماضيين وقلت ان انت لعبت معاهم وفاجئت. ممكن بس نترجم السؤال تاني. يعني عبد النبي قاعد الكلام للكوتش، السؤال حضرتك اتكلمت في المؤتمرين اللي فات عن مواجهتك الودية للمنتخب المصري وازاي حققت مفاجأة لشوقي غريب المدرب المنتخب المصري في التكنيك وفي التشكيل في الماتش الودي. بعد كده بدأت تتكلم على ان المنتخب المصري المميزات اللي فيه اللي انت شايفها هي مميزات في النواحي الدفاعية والتكتيكية اكتر منها الهجومية. هل طريقة مدرب جنوب أفريقيا فيها مفاجآت بكرة تختلف عن المباريات اللي فاتت، خاصة ان انتوا بقيتوا كتاب مفتوح لبعض؟ شكرا. نعم، أعتقد أننا في دور مختلف من هذه البطولة، فعندما لعبنا في الأدوار التمهيدية كنت ألعب ضد ثلاث مواجهين، لذلك عندما كنت تتمرن لتكسب كل المباريات كان يجب أن تعرف المسائل في الفرق الأخرى. لذلك نحن نواجه اليوم غدا مصر، لذلك سوف نواجههم غدا بأفضل ما لدينا، والفريق الأفضل هو الذي سوف يتأهل للنهائي. وكما ذكرت سابقا تقرير كأس العالم بأننا نلعب بتوازن جيد، لكن لقد اتفقنا على العديد من الأوقات الجيدة عندما رأينا التحليل بالفيديو في مبارياتنا السابقة، لذلك سوف نستغل غدا جميع الفرص التي نخلقها لنفسنا ونصل إلى المباراة النهائية. محمد غاب من صحف مصري. سؤالي للكوتش، الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا في الجولة في الدور الأول كان التكتيك بتاع حضرتك غالب عليه الطابع الدفاعي شوية. مباراة بكرة مباراة فاصلة محتاج فيها الفوز عشان تصعد.
هل هيكون في تغيير في التكتيك ده؟ سؤال للحارس، انت لازلت الحارس الوحيد حتى الان اللي شبكه نظيفه، فانت شايف ماتش بكره ازاي يعني، وشايف مين ابرز اللاعبين في منتخب مصر اللي انت قلقان منهم؟ There's a cliche in football that says بالتأكيد if it's not broken don't fix it, you know. إذا لم يكن الوضع منكسرا فلا تصلحه. هذه عادة في كرة القدم. فنحن لا نأخذ السيارة لنصلحها إلا إذا كانت بها عطل. لذلك من وجهة نظري لدي أهداف كثيرة أعمل لها. لذلك بالنسبة للهجوم لقد رأيت أننا ضغطنا على نيجيريا حتى الكوديفوار، وقد أخذنا كرتين من يد حارس المرمى بسبب الضغط عليه في الهجوم. لذلك بالنسبة تكتيكيا نحن جيدون واستغلينا جيدا الفرص التي خلقناها لأنفسنا. لذلك من وجهة نظري سوف نستمر ويكون شديد جدا أن تقول أننا نستغل فرصنا في الهجوم. لذلك عندما نأخذ الكرة في الهجوم يجب أن نستغلها، وإذا نظرنا من هذا المنظور يجب علينا أن نشارك في هذه البطولة بالفرص التي نأخذها حتى إذا كانت فرصا قليلة، لأنك لا يجب أن تدفع في دفاع مفتوح في مثل هذه البطولة، فكل مبارياتها مهمة. لذلك أنا لدي الكثير من الحماس من أجل هذه البطولة ومواجهة ماتش. سؤالي بس إنه هو الحارس الوحيد الشباك النظيفة حتى الآن، شايف ماتش بكرة إزاي، وشايف مين اللعيب أو اللعيبة اللي أنت الآن منها في منتخب مصر؟ أنا حقا متشرف جدا بأنني أكون حارس المرمى الوحيد بشباك خالية من الأهداف في هذه البطولة. بشكل عام نحن نعطي جميع منافسينا، لا يوجد منافس لا ننسب له الفضل، ولذلك لا أرى أنه هناك لاعب بالتحديد نخاف منه، فسوف نلعب هذه المباراة دون قلق. أحمد عصام اليوم السابع. My first question, coach. Everyone here is talking about your senior team. هنا نتحدث عن فريقك الكبير عندما أخرج مصر من بطولة كأس الأمم في الصيف الأخير. Everyone here is talking about your senior team. الجميع هنا يتحدث عن فريق الكبار عندما أدى إلى خروج المنتخب المصري من آخر كأس الأمم الأفريقية. هل تعتقد أن فريقك للشباب قادر على فعل هذا مرة أخرى، وهل يعد هذا ميزة لك بالنسبة لهذه البطولة؟ بالنسبة للمدرب، هل تعتقد أنه من السهل لفريقك أن يقوم بها مرة أخرى هنا على أرض مصر أمام جميع هذه الجماهير؟ نعم، أظن أن فريقنا للكبار جاء هنا وقام بعمل جيد، ولكن هذه بطولة لتحت 23 عام، لذلك فقط 4 أو 5 لاعبين كانوا مع المنتخب الكبير واكتسبوا هذه الخبرة.
لذلك إذا كان العديد من اللاعبين عندي قد لعبوا في هذا المنتخب فنعم قد أقول أن هذه إيجابية، ولكن الحقيقة أنها ليس العديد من الفرق لديهم هذه الخبرة، ولكن بالتأكيد يجب أن نحصل على الدعم النفسي من هذا المكسب. فإن نتائجنا في الآونة الأخيرة كانت إيجابية جدا، فنحن بالنسبة لنا نحن تكتيكيا متقدمين، أما كرة القدم المصرية فهي أكثر فنية وبدنية. بالنسبة إلي نحن نأخذ هذه الروح من مكسب فريقنا في كأس الأمم الأفريقية السابق، لكن غدا فريقين مختلفين تماما هما الذين سيواجهون بعضهم البعض، لذلك لا أظن أن هذا يمكن أن يؤثر على المباراة. من تلفزيون صوت العرب الدولية، سؤالي للهيد كوتش، كنت حضرتك كان ليك تصريح أنك جيت للقاهرة من أجل الحصول على اللقب، هل هذا صحيح وماذا تفعل أمام صاحب الأرض؟ سؤالي للكيبر، بس حضرتك ما هي طموحاتك داخل البطولة؟ شكرا. شكرا. نعم أكيد لقد أتينا هنا للفوز بالبطولة، وقد قلت أننا أن النهائي الأفضل بالنسبة لي والمثالي أن يكون بالنسبة لجنوب أفريقيا ومصر، لكن هذا لم يتحقق، لذلك قد واجهت مصر في نصف النهائي، وبالتأكيد سوف تكون مباراة عظيمة جدا ومباراة صعبة، والآن أمامنا البلد المضيف، لذلك يجب علينا تخطي هذه المباراة والتأهل للنهائي للفوز بمثل هذه المباراة. بالتأكيد سوف تكون مصر واثقة من هذه المباراة لأنها وسط جمهورها. طموحاتي هي الفوز بهذه البطولة، وهذا كل ما لدي بالنسبة لهذه البطولة. السؤال الأخير، محمد مهدي القاهرة 24، سؤالي للكوتش، هل جنوب أفريقيا سيء الحظ أن يواجه منتخب مصر في نصف النهائي؟ كنت تفضل أن المواجهة تبقى في النهائي مثلا. الحاجة الثانية، هتقابل هداف البطولة حتى الآن مصطفى محمد برصيد 4 أهداف، هتتعامل معاه ازاي؟ هل هيبقى فيه رقابة لصيقة عليه ولا لا؟ كمان رمضان صبحي بيقدم مستويات مميزة، أكيد أنت حضرتك متابع من أول البطولة، هتتعامل ازاي مع الضغط الهجومي لمنتخب مصر؟ سؤالي للحارس، على الضغط الجمهوري اللي هيمثله جمهور مصر عليه، هل ده هيأثر على مستواه في مباراة الغد أم لا؟ خصوصا أن هو عكس الثلاث مباريات الماضية هيقابل هجوم كثيف من منتخب مصر. Yeah, good question. It's clear the team that comes with high confidence. لكن الفريق الذي يأتي بثقة كبيرة ونسبة أهداف كبيرة كفريق مصر لديه لاعبين جيدين، هجوم جيد. لقد رأينا أننا واجهنا خطر كبير أمام نيجيريا، لذلك تكتيكيا لقد عدلنا طريقتنا لمواجهة الموقف، فقد اضطرينا أننا يكون أمامنا إما المكسب أو الخروج. فبالنسبة لهجوم مصر، نعم لقد وضعنا هذا محل اعتبار، فدفاعنا وتنظيميا كان جيد وقوي، وتكتيكيا بالتأكيد لقد وضعنا حلول لمواجهة مثل هذا الضغط الهجومي، ويجب علينا الآن التركيز على نقاط الضعف في الفريق المصري
وقد عملنا عليها وهو ما يعطينا الأمل. طبعا هو فريق تكتيكيا جيد جدا وسريع في الهجوم وسريع جدا في العودة للمباريات ووضع أعداد كبيرة في الدفاع، لكننا أيضا جيدين في مواقف الواحد ضد الواحد. لقد رأينا المباراة أنه قد مر 15 دقيقة بنتيجة 2-1، ولكنهم عادوا مرة أخرى المباراة، فنحن نعلم كيف نستغل المواقف وكيف نعود إلى المباريات. وأنا أعتقد أن بالنسبة لفريقي الخبرة قد زادت لديه خلال هذه البطولة، لذلك إذا لجأنا إلى ضربات الجزاء لا مشكلة، فالهدف الأساسي هو الفوز بمثل هذه المباراة، فنحن سوف نفعل وسنتخذ الطريقة الأمثل للفوز بهذه المباراة والوصول إلى النهائي. فيجب علينا أن نتعامل مع الفريق الذي نواجهه، وسوف تكون مباراة صعبة جدا جدا بالنسبة لنا والوصول إلى النهائي، لكننا واثقون بأننا قادرون على مواجهة فريق قوي مثل الفريق المصري. Considering the 13th, 14th man, we've watched a few clips as to how the fans are in the stadium, when Egypt is playing, and I think well prepared as to what to expect come game day. The team as well, I think we prepared, so any external factor shouldn't put us off. لمثل هذه المباراة بالنسبة للجمهور، فنحن مستعدون على ما أعتقد 100% لهذه المواجهة في النصف النهائي. شكراً.